احكي لك حاجه هنا وهنا وهنا. انا كنت بفتح النهارده الموبايل بشوف تعليقات. هتقولي لنا كومنت يعني معين دلوقتي؟ لا مش هوريكي. مثلا مشهدي وانا باكل البيتزا: شايف نفسك وصلت لايه وحيد والدنيا ضحكه عليه وبتكذب مرايتك ليه؟ ده كله قصاد عينيك باين. الله ده اغنيه دي ولا ايه؟ ايه هو بجد اكرم ليه عره كده وليه بيعمل كده في ولاده وام ولاده؟ ايه الاستفاء دي بقى؟ بيجيني مثلا ان رجع ولادها، فاهمه؟ ربنا ياخدك والله العظيم. واحده كبيره في السن في السوق شافتني فبتقول لي: يا ابني والنبي قول لي اكرم اخر حلقه هيطلع مظلوم. هي لسه عندها امل، هي بتحبه. قال لي: انا بحبه. لسه عندك امل يا حاج؟ ده بعد الحلقه 15 ولا 16. وطبعا المصريين ما لهمش حل في السوشيال ميديا، ما لهمش حل خالص. ايه كميه الافيهات دي اللي بتطلع وكميه الميمز اللي بيعملوها والصور، وحد بيكتب: انت اللي عملت كده في صبح كابر. اقسم بالله حد بيقول لي: انت سبب هبوط البورصه في مقديشو ومش عارف فين. حاجات هبل يعني. الشغل اللي جاي بقى ان احنا مفيش، هحاول في البيت مش هشتغل حاجه. موضوع عائلي موضوع عائلي وهروح اقعد في البيت. طب غادي مش ناوي يبقى شرير شويه مع موليس ولا؟ والله ده احنا اكتشفنا اصلا في الجزء الثاني انه الكنافه خالص. لسه خد الجزء الثالث. ايه بقى هيعملوا ايه؟ ما اقدرش اقول لك. اصل في بقى معاكي 1,200,000 جنيه ادفعهم. طب خلاص.